لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اعلم انني مقدم على منطقة واعرة، وانني داخل في طريق اقل ما فيه هو الشوق، ولكن هذا واجب لابد علي ان اخوضه. من قبل قالوا أطع الله في الخلق، انجبر من انجبر وانكسر من انكسر. وحينما قلنا من قبل أن الإسلام أو صيدلية الإسلام لا غنى عنها للقضاء على كل آفات المجتمع، كثير من الناس لم يصدقوا ذلك واتجهوا إلى شخصيات وآراء وأفكار لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالواقع، بل لا, 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 لا أخفي عليكم سرا إن قلت أنها أفسدت أكثر مما أصلحت. الموضوع النهاردة موضوع شائك، وأرجو أن يتم التعامل معه بشيء من الحيادية وشيء من العقل والتروي. طيب الله أوقاتكم، أراكم بعد الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج خد بالك. اليوم الخميس الموافق 9/7/2020. طبعا أنا هتكلم في موضوع النهاردة، موضوع خطير وموضوع شائك وموضوع يعني نقدر نقول عنه كده ان قد اواجه فيه هجوما كثيرا من حضرات من بعض الناس يعني، ولكن ما باليد حيلة، لابد ان خوض في هذا المجال برغم صعوبته وبرغم صعوبة التناول فيه والتحدث عنه. هذا الموضوع هو خاص بموضوع تعدد الزوجات. نشاهد اليوم ومنذ فترة ليست بالقصيرة مشاكل كثيرة في المجتمع المصري، مثل مشكلة التحرش التي طفت وطفح الكيل منها، ومشكلة أولاد الشوارع، ومشكلة العنوسة وغيرها من مشاكل وآفات المجتمع التي تضر أكثر مما تنفع. فكان لابد أن تسلط الضوء على الحل الذي أقره الله ورسوله، والذي يعني منحتنا إياه الشريعة الإسلامية الغراء، التي لا تظلم أحدا بل إنها تسعى لصالح الإنسانية عامة والسلام للإنسانية بلا استثناء ودون استثناء. وحينما نتكلم عن موضوع تعدد الزوجات، طبعا بالطبع كثير من الزوجات سيلومونني لوما شديدا وقد أقرع بالعصا، ولكن لا محالة من هذا الحق، حق أن يتبع ولا بد أننا نتكلم فيه. يا حضرات، تعدد الزوجات يساعد بنسبة كبيرة، وإن كان لم يقضي على كل مشاكل المجتمع، إن كان لم يقضي على كل مشاكل المجتمع فإنه سيساعد بنسبة كبيرة على اختفاء هذه المشاكل وهذه الظواهر والآفات التي تواجه المجتمع. زي ما قلنا يا حضرات إن تعدد الزوجات هيساعد على اختفاء ما يسمى بالعنوسة. طبعا أنا مش عايز أقول لحضراتكم كمية الأعداد العانسات على مستوى العالم، أنا بتكلم طبعا بالنسبة للعالم الإسلامي الذي يعني له الحق كما منح الله سبحانه وتعالى إن هو يتزوج مثنى وثلاث ورباع، فكمية عنوسة غير طبيعية. عندنا ظاهرة أولاد الشوارع اللي هي ظاهرة لا تقل خطورة عن ظواهر التحرش وظواهر الأخرى. تعدد الزوجات هيؤدي لاختفاء الأرامل،
مش هيبقى في حد يعني الأرملة هتلاقي من تتزوجها أو المطلقة، هيساعد أيضا في اختفاء المطلقات أو ظاهرة المطلقات، هيساعد بشكل كبير جدا على اختفاء الزنا، وهيساعد بشكل أكثر على اختفاء ظواهر مثل التيك توك ولا والحاجات اللي احنا حضراتكم دايما بنسمع عنها واتكلمنا عنها قبل كده في حلقات أخرى. هيقلل أيضا وممكن يخفي ظاهرة الخيانة بالذات من الرجال. هيقضي على التبرج، لأن الرجل المسلم الحر لا يرضى إن زوجته تخرج متبرجة في لبسه. الله، إذا كل دي عندنا عفوا، إذا كل دي عندنا فوائد إلى لهذا الموضوع. طيب قبل ما نتكلم عن أي حاجة، نشوف دراسة طبية قامت بها بريطانيا، وهي دولة ليست مسلمة، وبتتكلم فيها عن تعدد الزوجات. هي زي ما قدام حضراتكم دلوقتي، دراسة بريطانية تعدد تعدد الزوجات يطيل العمر. كشفت دراسة بريطانية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة شيفيلد أن الرجال الذين يتزوجون بأكثر من امرأة غالبا يتمتعون بصحة أفضل ويعيشون أطول بنسبة 12%. وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الضغوط الواقعة على الرجال المطالبين بتوفير نفقات أكثر من أسرة غالبا ما تجعلهم يهتمون بأجسامهم وتجعلهم يتبعون كل الوسائل التي تعينهم على تعزيز صحتهم. كما أوضحت الدراسة التي نشرت بصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الرجال غالبا ما يتلقون عناية واهتماما أكبر حال الزواج بأكثر من امرأة، وهو ما ينعكس في النهاية على صحتهم ويقلل فرص إصابتهم بالأمراض. ولفت الباحثون إلى أن الرجال الذين يتزوجون بأكثر من امرأة غالبا ما يتمتعون بصفات شخصية وجسدية أفضل بجانب المال، ولذا توافق السيدات على الزواج بهم. وغالبا ما يكون هؤلاء الرجال يتمتعون بالقوة والضخامة والحكمة، وهي كلها صفات تساهم في تعزيز الصحة بشكل عام. دي دراسة زي ما قلت لحضراتكم كده، هي دي دراسة موجودة، تقدروا حضراتكم تشوفوها على الإنترنت، موجودة في كل المواقع، وبتتكلم عن فوائد تعدد الزوجات. طيب دي رأي الدراسة. نشوف برضو في حاجة، يعني الناس ممكن تقول لك أنا ممكن أتزوج إزاي يعني الأمور المادية و و و و يعني هقول لحضراتكم حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موجود قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي حالا. بيقول قال التابعي إبراهيم النخعي رحمه الله: تزوج فإن الذي كان يرزقها في بيتك هو يرزقها ويرزقها في بيتك. طبعا ده مش حديث، الحديث لسه جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء اللي هو المديون، والناجح الذي يريد العفاف. طيب ايه رأي الدين؟ طيب يعني معلش برضو عشان نشوف، بناخد الموضوع من كل الجوانب. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، تعدد الزوجات وحقوق المرأة في الإسلام، ده على موقع الإمام ابن باز. نرجو من فضيلتكم التكرم بإفسادتنا عن تعدد الزوجات وحقوق المرأة في الإسلام. الجواب: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاء بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العلي العظيم. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 من النساء، ونفع الله بهن الأمة، وحملنا إليها علوما نافعة وأخلاقا كريمة وآدابا صالحة. وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام، قد جمع بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه. وجمع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. وقد كان التعدد معروفا في الأمم الماضية ذوات الحضارة،
وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام وحدد ذلك وقصر المسلمين على 4 زوجات، وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على 4. وفي تعدد الزوجات مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمة، منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء، ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة من يعبد الله منها، ومنها إعالة الكثير من النساء والإنفاق عليهن، ومنهما مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها، وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة. أما الجاهل أو الحاقد الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكلتا عينيه معظما مستحسنا كل ما جاء منهما، فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد. طيب، يعني كده احنا خدنا رأي في طبي. طبعا في آراء طب، في دراسات طبية تانية عن فوائد تعدد الزوجات الصحية، بس طبعا احنا مش هنقدر نجمع كل الدراسات دي في حلقة واحدة. إذا احنا عندنا هنا في حاجة إن ده رأي الدين رقم واحد والمهم، وبعدين رأي الطب، وده أثبته إن له تعدد. وطبعا أحكام الله لا تصدق ولا يؤمن عليها بتصديق العلم، نحن مصدقينها ومؤمنين بها من قبل أن يثبتها العلم حتى طبعا. لذلك إن الله سبحانه وتعالى لما أمر بده، يعني تخيلوا حضراتكم دلوقتي لو إحنا ما عندناش مشاكل بقى، لا ده ما يتجوزش، لا ده مش عارف إيه، ده ما ينفعش إن هو يتجوزني، ما ينفع يعني وهو مثلا عنده زوجة أو الكلام ده حضراتكم يعني كلام أدى بالمجتمع ده لضياعه. طبعا مش كل إنسان يقدر يتزوج أكتر من واحدة، في ظروف وفي. إحنا بنتكلم في هذا البرنامج بنقول عن فوائد هذا الزواج ليس أكثر ولا أقل، أو فوائد التعدد عموما ليس أكثر ولا أقل. هناك جمعية اسمها معا من أجل محاربة العنوسة وحلها بالتعدد الشرعي، والجمعية دي على فكرة اللي عملها سيدة فاضلة، يعني بتقول زي ما حضراتكم ناشرين، وده اسمها على اسم الصفحة بتاعتها على الفيسبوك، تقول دراسة تثبت فوائد تعدد الزوجات، قد يكون سر الحياة السعيدة والطويلة يكمن في الاقتران بزوجة ثانية أي تعددية. هذا ما توصل اليه الباحثون، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي في جامعه شيفيلد البريطانيه بعد اكتشافهم تعدد فوائد تعدد الزواج في دراسه عدتها منظمه الصحه العالميه حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات، حصلت نتائج مذهله جدا، منها ان عمر الزوج الذي يقترن باخرى ازداد اكثر مغاير بنسبه 12%. واشارت الدراسه التي نشرت في العدد الاخير من مجله نيو ساينتست إلا أن الرجل الذي يتزوج من أكثر من امرأة وتكون لديها عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل في مرحلة الكهولة ويعيش لفترة أطول. وقال الاختصاصي في تطوير علم النفس لانس ووركمان من جامعة باث ثابة البريطانية، إذا كان لديك أكثر من زوجة، أنا بتكلم في أجانب مش مسلمين ومش شريعة إسلامية، فقد يعنينا بك، لو ليه عندك أكثر من زوجة قد يعنينا بك وتعيش لفترة أطول، مشيرا إلى فوائد الزواج، لأننا نعرف أنه حتى الرجل الذي يقترن بامرأة واحدة يعيش لفترة أطول من العازل. أضاف إلى ذلك أن من فوائد التعددية زيادة الرزق وكثرة الأولاد، من فوائد أيضا التجدد في قلب الرجل وإبطاء وأيضا زيادة التدخلات في الوسط الاجتماعي، وأيضا يبقى التعدد مرهونا بالعدل، ده أهم حاجة طبعا، فلا تفسد حياتك وحياة من معك ومن حولك إذا كنت لن تعدل. فإذا كنت لن تعدل ابعد تماما عن القصة دي، لان الموضوع كده هياخدك في حتة مش تمام. تمام. برضو نفس يعني ده من زي ما حضراتكم شايفين اللي احنا نتكلم فيه، ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن العدل، والعدل المقصود به
طبعا كلنا عارفين، ولكن في ناس فاهمه جزء من العدل، ان ربنا قال في آية اخرى لن تعدلوا. ما قصده الله سبحانه وتعالى من مقولة لن تعدلوا، اي في الميل القلبي، اي في العاطفة، لان القلب ليس للانسان حكم عليه اطلاق. والرجل المؤهل ومجهز إن قلبه يحب او يعني يحب اكثر من امرأة، ولكن قد تكون واحدة منهم مختلفة تماما في الحب، او لها قدر ازيادة في الحب عن غيرها، تمام؟ لذلك ده المقصود بحتة او جزئية لن تعدله، هو ده المقصود بجزئية لن تعدله. اما بقى العدل الاخر فانت كله يعني الجزئية اللي هي لن تعدله، هي الميل القلبي طبعا، يعني بقدر المستطاع بيحاول الانسان انه يعادل هذه الكفة من هذا وذاك، ولكن زي ما قلنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لن تعدلوا في انا بحب دي اكثر من دي مش حاجة مش في ايد الانسان، ولن يحاسب عليها الرجل، بل ان الرجل هيحاسب على كل ما سوى ذلك من عدم العدل، في المعاملة، في اللبس، في الماليات، في كل حاجة لابد ان يعدل في كل شيء. طيب، في رسالة برضو على الصفحة بتاعت معا من أجل محاربة العنوسة، إن برضو أنا ليه خدت الصفحة دي أو ليه بتكلم عنها، لأن دي سيدة فاضلة برضو هي اللي عاملاها وبتتكلم عنها، لأنها نظرت للموضوع بشكل أكثر واقعية. تقول: كما وصلتني رسالة من عانس إلى جميع الرجال، تزوجونا، استرونا، ارحمونا من نار العنوسة. عندما اقترب عمري من 20 كنت أحلم كأي فتاة شاب ملتزم ذي خلق، وكنت أبني الأفكار والآمال وكيف سنعيش وكيف سنربي أطفالنا و و و إلى آخره، وكنت من النوع الذي يحارب التعدد والعياذ بالله. فمجرد أن يقول لي فلان تزوج على زوجته تجدني من غير شعور أدعو عليه وأقول لو كنت مكانها لرميته مثلما رماني. وكنت دائما أتناقش مع أخي وأحيانا مع عمي عن التعدد، ويحاولون أن يقنعوني وأنا متعندة لا أريد أن أقتنع، وأقول لهم مستحيل أن تشاركني امرأة أخرى في زوجي. أحيانا كنت أتسبب في مشكلة بين زوج وزوجته لأنه يريد أن يتزوج عليها، وأحرضها علي حتى تثور ثائرتها عليه. ومرت الأيام وأنا أنتظر فارس أحلامي، انتظرت لكنه تأخر، وانتظرت وقارب عمر 30. يا إلهي ماذا أفعل؟ هل أخرج وأبحث عن عريس؟ لا أستطيع، سيقولون هذه لا تستحي، إذا ماذا أفعل؟ ليس لي إلا الانتظار. وفي يوم من الأيام كنت جالسة وسمعت إحداهن تقول فلانة عنست. قلت في نفسي مسكينة فلانة لقد عنست، ولكن فلانة إنه اسمي، يا إلهي إنه اسمي، أنا أصبحت عانسة. صدمة قوية جدا مما وصفتها فلن تحسوا، مهما وصفتها فلن تحسوا بها، وأصبحت أمام الأمر الواقع أنا عانس. وبدأت أراجع حساباتي ماذا أفعل، الوقت يمضي والأيام تمر، أريد أن أصرخ، أريد زوجا، أريد رجلا أقف بظله يعينني ويقضي أموري، أريد أن أعيش، أريد أن أنجب، أريد أن أتمتع بحياتي. جاءني أخي الأكبر ذات مرة وقال لي لقد جاءك اليوم عريس فرددته، ومن غير شعور مني قلت له لماذا، حرام عليك. قال لي لأنه يريد زوجة ثانية على زوجته، وأنا أعرف أنك تحاربين التعدد. وكنت أصرخ فيه وكدت أصرخ في وجهه ولماذا لم توافق، أنا راضية أن أكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. الآن أدركت حكمة الله في التعدد، وهذه حكمة واحدة جعلتني أقبل، فكيف بحكمه الأخرى؟ اللهم اغفر لي ذنبي فقد كنت جاهلة. وهذه كلمة أوجهها للرجال، أقول لكم عددوا، تزوجوا واحدة وثانية وثالثة ورابعة بشرط القدرة والعدل، بشرط القدرة والعدل، دي أهم دول أهم شرطين، القدرة والعدل. انقذونا من نار العنوسة، فنحن بشر مثلكم نحس ونتألم، استرونا، ارحمونا. وهذه كلمة أوجهها إلى أختي المسلمة المتزوجة، أحمدي الله على هذه النعمة لأنك لم تجربي نار العنوسة، وأرجو ألا تغضبي إذا أراد زوجك الزواج من أخرى، لا تمنعيه بل شجعيه، أنا أعرف أن هذا صعب عليك ولكن احتسب الأجر عند الله. انظري إلى حال أختك العانس والمطلقة والأرملة، من لهم، اعتبريها أختك وسوف تنالين الأجر العظيم بصبرك. تقولين لي يأتي أعزب تزوجها، أقول لك انظري إلى إحصائيات السكان، إن عدد النساء أكثر من الرجال بكثير،
ولو تزوج كل رجل بواحدة لأصبح معظم نساؤنا عوانس. لا تفكري في نفسك فقط، بل فكري فينا. أموت حرقة عندما أرى زوجا ممسك بيد زوجته، وتهيج مشاعري ولكن بلا فائدة. أختكم العانس، يسر الله أمرها وجمع الفتيات والأرامل والمطلقات والمسلمين. رسالة مؤلمة جدا، يعني توضح ما قال الله ورسوله، يعني إن في أمر الله ورسوله صح، وفي النهاية هي اللي بتمشي. إحنا مش سواء بقى رضينا أو مرضيناش، لكن هي دي الحقيقة. بعد بقى رسائل أخرى جت، ناس بتقول أبلغني زوجي برغبته في التعدد فرشحت له صديقة لي، دي زوجة يعني من النوادر يعني، وأختا حبيبة، آمل أن أكون وإياها مثالا يحتذى في تصحيح الفكرة المجتمعية السلبية عن التعدد، وإني لا أسأل الله لنا جميعا سعادة ورفة وحياة مكللة بتوفيق الله تعالى مغمورة بمرضاته. زوجي الحبيب طلال عبد الله الشواف، أختي الحبيبة سمر سرداني. بارك لكم الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فزوجها رد عليها، يعني قال لها، قال لا أحب تداول الأخبار الخاصة على الصفحات العامة، ولكنها رسالة حب وشكر ووفاء أسجيها لزوجتي الغالية السيدة علا مهدي. يوم أمس تم بفضل الله عقد قراني على السيدة سمر سرداني، وهي إحدى صديقات زوجتي المقربات، وقد تم الأمر منذ بدايته بمعرفة ببركة السيدة علا، وكان هذا منها بمنتهى الكرم والترفع عن كل حظ من حظوظ النفس. هي رسالة شكر أؤكدها مرة أخرى، وأسأل الله تعالى الخير والبركة والتوفيق للجميع، ولا تنسونا من بركات دعائكم مع الساعات الأولى لهذا الشهر الكريم. إذا نحن يا سادة أمام موضوع، يعني ما نقدرش نتكلم فيه بقى أكتر من كده. طبعا في زوجات، مش أنا ما بنقولش إن الراجل يروح يتزوج على زوجته، إن كل راجل يروح يتزوج، لكن بنقول في من عنده المقدرة، من عنده العدل. أنا بنتكلم في المبدأ، بنتكلم في المفهوم. يعني لو زوجك عايز يتجوز، خليه يتجوز أحسن ما يخونك. لو جوزك عايز يتجوز عشان في احتياج ليه، انه محتاج زوجة أخرى، ما تقفيش في وشه، ما تحرميش عليه ما أحرم ما أحله الله. يعني ده حلال ربنا، وهذا ربنا خلقه كده وربنا أقره كده، ما حدش فينا له مطلق الخيار. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمؤمن ولا مؤمن الخيرة من أمره، خلصت. إذا إحنا لازم نتعامل بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. طبعا الموضوع يعني أنا يعني أرجو من حضراتكم أسمع رأيكم وردودكم، ولو في يعني لو كان في يعني حاجات يعني، أو أسئلة أو حاجات أو نقاط معينة ممكن نتكلم فيها، مفيش مشكلة إن إحنا نعمل حلقة تانية عن موضوع تعدد الزوجات، لأنه موضوع مهم جدا ومؤثر على المجتمع، وممكن بالفعل نعمل جزئية تانية عشان نتكلم في تأثيره على المجتمع. أنا سعدت بحضراتكم جدا جدا جدا، ويا رب يسعد كل الناس جميعا، وتكون كل الناس في حالة من السعادة والهناء والصحة والعافية والستر. أسأل الله لي ولكم موفور الصحة والسعادة والستر. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر في حلقة مقبلة من برنامج خد بالك. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.